واحد من الوجوه الجميلة في النادي الأهلي والمشرفة، كلمة قصيرة ولكنها معبرة ولها معاني كثيرة جدا في احتفال عادي، وهو فوز النادي الأهلي بلقب أفضل نادي في إفريقيا. ولكن واجهات النادي الأهلي دائما وأبدا مشرفة، وإطلالتها دائما بتكون أكثر من رائعة. للأمانة إن اللي بيحصل في النادي الأهلي هو عمل جماعي، وشعار النادي الأهلي وهذا المجلس منذ بدايته كان عائلة النادي الأهلي، تاريخ مبادئ تطوير العائلة. زي ما أنتم شايفين التاريخ كتب ويكتب وسيظل يكتب، المبادئ الأهلي دائما وأبدا بيحافظ عليها. أما التطوير فأنتم شايفينه في كل شبر في النادي الأهلي، وكل شبر في ألعاب النادي الأهلي، وكل ثانية صغيرة بتمر على النادي الأهلي بتلاقي فيه تطوير، بتلاقي فيه تجديد. معايا واحد من الجنود الرائعين داخل النادي الأهلي ومن الشخصيات المحترمة وصديق عزيز، ولكنه للأمانة الشديدة أثبت نجاحا فائقا منذ أن أصبح عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي عام 2017. أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يا مليون مرحبا، نورتنا وشرفتنا، وألف ألف 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 ألف، هفضل أقول ألف كتير جدا، ألف ألف مليار كنت هقول تريليون. مبروك يا أستاذ طارق. الله يبارك فيك يا كابتن أحمد، ومبروك ليك ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي، وبشكرك يعني على المقدمة اللي أتمنى أن أكون أستحقها. كلنا لينا الشرف أن يقترن اسمنا باسم النادي الأهلي، حاجة كلنا بتخلينا ندعو للفخر والاعتزاز، واسم النادي الاهلي ده في حد ذاته طبعا، وزي ما حضرتك عرضت كده تاريخ مبادئ تطوير. نعم. ده الشعار اللي كان لينا في الحمد من الذاكره والله، من ده حقيقي لا بقرا ولا بتاع قدامك يعني. نعم. قبل الدوره اللي فاتت كان. نعم. هو ده الشعار الكابتن محمود الخطيب اصر عليه، ان نحتفظ بتاريخ النادي الاهلي بكل ما هو جميل. تاريخ النادي الاهلي تاريخ ثمين. انا لغايه دلوقتي بفتكر ايام ما كنا بنعمل اللائحه، رحت زرت اللجنه الاولمبيه، كان عندنا زياره ليها هناك، فانا كنت اول مره اعرف ان اول مقر اتعمل للجنه الاولمبيه كان جوه النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي طبعا. فلقيت الشعار بتاع النادي اللي بيتعلق القديم موجود في اللجنه الاولمبيه. نعم. وهو كان عباره عن علم مصر في التوقيت ده يعني. نعم. فالنادي الاهلي تاريخ كبير قوي قوي قوي، رموزه الحمد لله اثرت المجتمع المصري، وفي نفس الوقت المبادئ اللي هي لا نحيد ابدا عن الاسس والمبادئ اللي تربينا عليها كلنا في النادي الاهلي، اللي هو ميثاق غير مكتوب. نعم. يعني اللي هو بيسموه كود اوف ايثكس، يعني اللي هي الحاجات اللي كود الاخلاقيات، كود الاخلاقيات. نعم. اللي كلنا بنلتزم بيها في النادي الاهلي. والتطوير ان طبيعه الامور ما ينفعش التجمد ولا كده، وده من اول لحظه برضه الحمد لله دخلنا مجلس الاداره، وهو ده العمل اللي احنا بنبني عليه دايما، ان دايما في جديد. وفي جديد دي موجوده حتى يعني احنا كجمهور الاهلي، احنا بنخلص الدوري ونقول افريقيا اهلي او افريقيا دوري اهلي، يعني الجمهور اه بنلحق في لحظتها، احنا بنلحق يا راجل، فالحمد لله يعني في كل حاجه. قال لي بطل افراح بقى عندنا الدوري كمان يوم السبت ان شاء الله. انا فاكر كان افريقيا خارجين، فحد قابلني قال لي تعبنا قوي، لا يعني عاوزين بقى، كان الدوري تقريبا اللي شغال. تعبنا يعني واحنا جمهور النادي الاهلي يعني. نعم. الحمد لله يعني. والميزه ان انتم بقدر ما انتم مسؤولين برضو جماهير، وجماهير كبار يعني. اسمح لي بس ان انا الحقيقه الطفل نجاتي اللي احنا جبناه صورته من كفر الشيخ وجاي عشان يشجع النادي الاهلي، وصديقي العزيز طارق خليل بعت لي بيقول لي وجعت لنا قلوبنا. بالعكس يا طارق، انت تفرح والكل اللي يفرح ان الولد عنده الاراده دي، عنده التحدي ده، عنده الاصرار ده، هو قادر يفرح نفسه وقادر يسعد نفسه وقادر يبسط نفسه. ادي الصوره الجميله، فهو عن طريق زميلنا في الاعداد ابراهيم فهمي، فوالده قال انه بيتمنى يزور النادي الاهلي. نقلت الرغبه للاستاذ هشام جمال رئيس شركه روزنامه اللي هي مسؤوله عن القناه الحقيقه، اللي نقلها للكابتن محمود الخطيب، قال له فورا بكره أنا مستنيه في النادي الأهلي لاستقباله وإهداءه تشيرت النادي الأهلي، وأيضا للتصوير مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي. والله الواحد يتمنى يا نجاتي إنه يتصور معاك يعني، وإن شاء الله يكون ضيفنا في الاستوديو في يوم من الأيام. عايز أقف معاك عند ده،
انت وديتوا الكاس فين اهو؟ انا شايف اصلا العيون عليه كتير قوي انت هو والناس عايزه، انا عايز اعمل والله الصوره بس لو ب 10 جنيه هطلع تبقى اتعشت معايا يعني الشهر ده كله يعني من فرحه الناس من اللي موجوده كله. بالكاس طبعا. اقف معاك عند اللحظه دي، بس عايز اقف معاك عند التنظيم، لانه لما الفيفا يبعت لك يقول لك انه امر مدهش هذا التنظيم الرائع الذي لم نره من قبل، 60,000 متفرج، فريق منافس بهذا الاحترام بهذا الانضباط، وتنظيم حدث مش عادي مع فريق كبير فريق عظيم بنحترمه ونقدره. لكنه احكي لي طبعا بحيي الدكتور سعد شلبي اداره النادي الاهلي بالكامل، دكتور سعد شلبي مدير النادي حاجه عظمه طبعا. عمل عظمه دائما وابدا وكل اللي معاه يعني الحقيقه. احكي لي شويه عن البطوله نفسها، عن تنظيمها، عن خروج اليوم بهذه الروعه. على مدار ايام قبلها وفتره نعم. قبل من ايام ما كنا في الامارات في السوبر، وكان في على طول كان في لجنه فيها يديرها المهندس خالد مرتجي للاعداد للماتش. نعم. حتى كان في اجتماعات بتحصل واحنا هناك في الامارات. الاداره التنفيذيه زي ما حضرتك تفضلت دكتور سعد شلبي وكل رجاله يعني نعم. رحت بدري شويه يعني فاتفرجت برضو على المنظر التنفيذي اللي كان بيحصل بمنتهى الهدوء. لا انا كنت هناك حوالي الساعه 5 تقريبا. يا نهار ابيض قبل الماتش بثلاث ساعات؟ انت رايح قلق ولا تطمن على الاجراءات ولا تشوف الجمهور ولا رايح ايه يعني؟ لا بحب الماتشات اللي مليك جمهور كده يعني المنظر كان بديع قوي. وفي نفس الوقت احنا كمجلس اداره الحمد لله برضو نفس الانضباط والالتزام عندنا يعني كلنا طبعاً. حتى زمايلي ما حدش بيتاخر يعني بعدها بفترات قليله بيكونوا موجودين والكارنيه معنا بنخش بيه يعني نطلع الكارنيه طبعا طلع الكارنيه ده كلام جدا الكارنيه اللي معمول لكل واحد فيه داخل بالكارنيه و فالحمد لله الانضباط كله يعني تمام. فمنظر طبعا كان رائع جدا والاداره التنفيذيه بذلت مجهود هايل وكان الحمد لله مع العدد الكبير ده قوي كان حاجه مشرفه والاخوه الاماراتيين كانوا منورين الدنيا قوي قوي كانوا معانا سواء في المقصوره او المقصوره الامامية يعني كانوا كلهم متواجدين وكانوا فرحانين جدا بالجمهور وبالمنظر الرائع وبعد الماتش باركونا بطريقه جميله فالحمد لله يعني استمرارا للعلاقات الجيده مع اشقائنا. طيب احكي لي عن المباراه بقى نفسها وقبل المباراه تحكي لي على احنا عارفين جمهور النادي الاهلي اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي، بس انا شخصيا قلت وبقول انه اللي حصل امبارح ده انا ما شفتوش في حياتي قبل كده، احساسي الشخصي يعني انا ما بروحش ماتشات كتير انت عارف، بس من المباريات اللي زعلت ان انا ما رحتهاش عشان كده عمال اعرض فيديوهات وبتاع عايز احس ان انا كنت موجود في الاستاد. احكي لي شويه على الجمهور لانه ال 60 او ال 70 الف متفرج اللي موجودين بصوت واحد من قبل المباراة بثلاث ساعات، المباراة بعد المباراة، ملحمة مش طبيعية. بص حضرتك وكمان بتبين يعني في اسلوب الجمهور نفسه طول الماتش، جمهور الاهلي الحقيقي. نعم. اللي هو اما بيحس ان في مش معنى ازمة. نعم. انما في حاجة مهمة الفريق محتاج فيها. تبص تلاقي الجمهور النادي الاهلي ده زاحف، فهو الشعور اللي قبل الماتش ان الماتش حساس جدا وفريق العين فريق قوي جدا، حاجات كتير وبطولة مهمة. نفسك كنادي اهلي زي الحمد لله كل الارقام القياسيه اللي بتحققها انك تحقق حاجه زي كده حاجه قاريه. نعم. فالجمهور كان عنده الشعور ده. ده يعني قبل الماتش وده اللي كنت بحسه بالاقبال غير الطبيعي اللي كان بيحصل على التذاكر. المنظر في الاستاد برضو كان مهيب يعني مرعب لا حاجه مرعب حاجه تخليك تقشعر كده وانت بتتفرج على الجمال والحماس واللوحه لوحة صحيح وبعدين تحس كانها سجاده حمراء المنظر الرهيب ده ورونا كده الحقيقه اهو انا متاسف حقكم عليا انا دايما كده انا بتسرع ده لسه كده قبل ده لا لا ده كل ده اتملى كل ده اتملى طبعا ما هي احنا هو بس هم بيجيبوا لك بالتدريج يعني السجاده الحمراء اللوحه الجميله اللي مرسومه داخل الاستاد اتفضل كمل فحاجة طبعا تخلينا قمه السعاده يعني من المرات اللي بتبقى مبسوط قوي من كل النواحي يعني بطوله يعني كده النادي الاهلي امبارح دي اول بطوله فريق عربي او افريقي قاريه نادي حققها ده صحيح كان نادي اهلي اول حاجه يعني تبع الفيفا او اللي هي بطوله دوليه دوليه تبع الاتحاد الدولي يعني ما فيش الا فريق افريقي انتوا كمجلس يعني انا كنت بكلم كابتن الخطيب
قبلها كده قبل الماتش بيومين ثلاثه بعد السوبر المحلي بهنيه وبقول له وي قبل في تدريباته كده، واصر ان هو يسافر الامارات. نعم. اللي هي برضو في الفترات الحرجه بيكون أيوه. موجود. طبعا بيحضرني كده كل سنه وهو طيب كابتن محمود الخطيب عيد ميلاده الرمز والقيمه طبعا يعني. طبعا ودايما بقى في الحاجات دي انا ليا مقوله من يوم ما دخلت المجلس. المجلس مفوض كابتن محمود الخطيب في الاشراف على الكوره. تمام. اي حاجه فيها تحس ان فيها شويه الفريق يبقى مهزوز شويه مش مهزوز شويه الهجوم كله على كابتن محمود على كابتن الخطيب صحيح صحيح يعني من حقه قدر. يعني قدر. من حق كابتن محمود الخطيب ان هو طبعا نرفع له القبعه على كل الارقام القياسيه اللي اتحققت للفريق الكوره. نعم. يعني انت النهارده كام بطوله قاريه كابتن احمد؟ 27 بامبارح متهيألي 27 بامبارح. انت فرق بينك وبين ريال مدريد اربع بطولات. بص انا مشجع مدريدي شديد جدا. بس بطوله اوروبا السنه دي لا مدريد ما بس ارقام قياسيه بقى كله على المستوى المحلي والدولي يعني. لا انت واصل النهائي محتاجين قرنين من الزمان عشان حد يحصل واصلين نهائي افريقيا كام انت واخدها 12 مره اظن وصلت يمكن 18 يعني ما لا خسرناش 21 مره 21 مره نهائي افريقيا برضه في الدوري اللي هو انت بتجاري الرقم بتعادل الرقم اللي هو بتاعك قبل كده 21 انتصار متتالي. نعم. يعني كل الارقام القيمه التسويقيه للنادي الاهلي انت محافظ على بقالنا دلوقتي تقريبا للسنه السابعه. نعم. على اعلى قيمه تسويقيه في افريقيا. نعم. ففي الحمد لله كل الارقام القياسيه بتصب في النادي الاهلي ودي في حد ذاتها حاجه بتخلينا نشعر طبعا هخليك تتكلم في الامور دي كتير بس الجمهور برضو عايز يعيش معاك لحظه بلحظه. امبارح في المباراه يعني لحظه هدف وسام ابو علي احكي لي شويه. لا طبعا يعني كلنا كمجلس اداره فرحه جامده جدا. نعم. بس بيبقى عندنا ودي تعدينا بقى فيها من كابتن محمود الخطيب. نعم. يعني كابتن محمود الخطيب لو كسبان ماتش يعني ماتش الزمالك باين السوبر وانت رايح له ف كان هو يعني كابتن كان لسه برضه لان ضربات الجزاء ما طبعا فتعلمنا بقى حته اللي هو ايه لو انت كسبان 5-0 وفاضل 10 دقائق في الماتش خليك برضه لا نعم. احنا فلا طبعا مع هدف وسام بقى فرحه وفرحه محسوبه. نعم. اللي ريحنا الجون الثالث يعني بعد الثالث الثالث اللي هو في الدقيقه الثالثه دلوقتي اتعامل زي خلاص بدا بس جون امام حاجه تحفه حاجه كده ده خلاني اسالك انت فاكر لما الاهلي تعاقد مع امام والبعض قعد يبكي ويعيط والاهلي والمبادئ الراجل اخطا فاعتذر للجماهير واعتذر الإدارة واعتذر الناس وما كانش موجود عندك وما كانش تربيتك وما كانش أخلاقك يعني قال لك أنا آسف وعاد طبعاً. الآن بقى بعد تألق إمام ده وإنه برضو كان بادي الموسم مهزوز شوية وكان اتعرض لحملة جديدة فاكر الحملة اللي كانت شديدة على إمام في الأول وإزاي قدرتوا تتصدوا لده؟ لا يعني اللي هو دايما كان لي اهلي ان انت ما بتلتفتش اللي هي الحاجات اللي بيبقى فيها هجوم. نعم. للهجوم يعني. نعم. يعني انما طبيعي ان احنا في احتراف وفي نفس الوقت هو ما كانش جوه النادي الاهلي يعني ما كانش من ضمن مقوماته يعني الاسس. نعم. اللي موجود بها في النادي يعني انما كل ده كان مجرد اي حد بيخش النادي الاهلي يا كابتن وانت ادرى بالكلام ده يا بيندمج في منظومه النادي الاهلي يا خلاص بالظبط. نعم. كده. نعم. هو اللي هو برضو بينقلك لحته ما يتميز به النادي الاهلي على مدار كل انشطته مجلس. نعم. اداره العاب جماعيه كوره كل المجالات جوه النادي الاهلي هو العمل الجماعي يعني لما دلوقتي بيطلع المنافسين قبل المناصرين ويشيدوا بالنادي الاهلي يعني عندي فيديوهات كتيره جدا لاخواتنا من كل الدول العربيه زميلنا العزيز وليد الفراج اكشن مع وليد وكتير من زملائنا حتى الاعلاميين واللي بحترمهم على فكره اللي بيهاجموا النادي الاهلي اللي كانوا بيقولوا يا ويلك ويا سواد ليلك كله على فكره ليه احترامه وجهه نظر ما تزعلش حد خالص يعني وساعات بيبقى فيها نوع من انواع الدعابه حتى زملائنا الاعلاميين هنا اللي هم معروف ان هم ما بيشجعوش النادي الاهلي بل لعبوا في انديه اخرى يعني لما بيطلعوا دلوقتي يشيدوا يقول لك الاهلي الاول عربيا والاهلي الاول افريقيا والاهلي الاول
محليا ده بيمثل لك ايه يا طارق؟ هقول لحضرتك الاول، هو لو ما فيش توازن نفسي واتزان وفي النادي الاهلي في كل مقاوماته من مجلس اداره اللعيبه الكلام ده، كانت هتبقى الامور عكس كده خالص. صحيح. لان هو النادي الاهلي له قيمه وله اسم. اما حضرتك بيكون اي حاجات مش انكساره هزيمه كده بتلاقيها حديث كله. يعني بتلاقي الفوكس دايما على النادي الاهلي. صحيح. كل التركيز بيبقى على النادي الاهلي. نعم. عشان النادي الاهلي قيمته دي، بالتالي ما بتخليش عندنا اللي هو ردود الافعال خالص اطلاقا ان احنا نهتز باي حاجات الا لو في نقد موضوع بيحصل. يعني طب خلينا اسالك السؤال بطريقه تانية. بعد السوبر الافريقي والخساره بركلات الترجيح، الكل توقع انه حاله الهيار للنادي الاهلي، خصوصا ان انت ما فيش يعني في 3 اسابيع عندك 3 بطولات، سوبر افريقي لم توفق فيه، سوبر مصري، ثم بطوله هي مش دي مش بطوله الانتر كونتيننتال لان دي في النهايه، لكن انت بتاخد الافرو اسيوي والمحيط الهادي، بتوصل لنصف النهائي. كتير رهنوا خاصه ممن لا يحب النادي الاهلي انه هي دي بقى الفرصه لسقوط النادي الاهلي، وابدا يا ابني اضغط ودوس 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 عشان تدمر على الاقل السنه دي في النادي الاهلي، ياخد وقت على لا هو جميل الضغط ده بيجي معانا بالعكس، يعني الضغط ده بيجي مع النادي الاهلي بالعكس. طبعا انت كده هتخليهم يشيدوا هيشيدوا بعد كده. لا الحمد لله يعني الضغط. بص حضرتك يا بشوير، ادام في سيستم محطوط مفيش حد بيحيد عنه، وارد جدا دي رياضه يعني وارد ان يحصل زي اول ما دخلنا مجلس اداره النادي الاهلي انا فاكر كنا واخدين بطوله اللي هي في الدوره اللي قبل دي يعني. فالطبيعي ان احنا كنا فرحانين كده، فكابتن خطيب قال بلاش تاخدنا اللي هي الفرحه الجامده لان دي هيحصل ان ممكن ايه عشان معكوسها لو حصل هزيمه ما يبقاش فيه دروب انكسار ده طبيعي وتقوم على طول. فدي طبيعه النادي الاهلي الحمد لله. وطول ما شغالين بنظام وكل واحد عارف دوره خلينا بقى كل واحد عارف دوره ده مهم جدا. الادوار داخل مجلس الاداره هل مرسومه بعنايه؟ هل محسوبه بعنايه؟ انا عارف ان عندكم جماعه عموميه خلال كام يوم، وحضرتك اللي هتعرض الميزانيه مكلف مسؤول عن التقرير الجمعي، يعني التقرير مكلف بيعرض على الجمعية بتقديم الميزانيه والتقرير المالي باعتبارك راجل يعني من احد كبار رجال البنوك في مصر يعني، وخبره عظيمه وما زلت مستمر في عملك. يعني احكي لي شويه بقى توزيع الادوار عامل ازاي، وهل ما بتختلفوش؟ لانه ما فيش مكان ما بقاش فيه اختلافات. يعني بص توزيع الادوار في ملفات جوه النادي الاهلي كل يعني كلنا بنشترك في المسؤوليه في حاجات معينه، وفي حاجات بيبقى ليها متخصصين من المجلس، وفي النهايه بيثمن عن ده كله انه في عمل جماعي. اختلاف اللي حضرتك بتتكلم عليه بيحصل طبعا جوه المجلس، لكن لا يخرج عن جدران المجلس كخلاف يعني النادي الاهلي. كل الحمد لله في يعني في احترام كلنا لبعض. وفي نفس الوقت كعادتنا اللي هو لو انا ليا راي مخالف وطلع قرار الاغلبيه بغير رايي خلاص بقيت مؤيد، هو بتاعي خلاص. انا مسؤول عنه. وفي نفس الوقت اي ملف اي حد فينا مسؤول عن ايه في المجلس هو ملف النادي. يعني هو مش يعني مش ملف محدد بشخص. ليه ترجع حياتك ثاني للعمل الجماعي؟ لكن قلتني كده حته الميزانيه والحمد لله طبعا نفخر ان هي. احكي لي شويه عن الميزانيه. على الميزانيه يعني احكي بقى وايه وخد راحتك. فضفض ده في جميل في يعني احنا لما دخلنا المجلس الاداره انا فاكر الميزانيه يعني اخر ميزانيه كانت يونيو 2017. كان مجموع الميزانيه كان حوالي 820 مليون تقريبا يعني. انت واصل النهارده ل 7 مليار 145. ما شاء الله ما شاء الله رقم الحمد لله قياسي، بس هو ساعات بيحصل لغط في مفهوم الرقم ده. الناس بتفهم ان ميزانيه 7 مليار ده جوه النادي، لا 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 محطوطين في النادي. لا ده مش ارقام جوه النادي كمبالغ. ومش ربحيه يعني مش فائض النشاط اللي في النادي. هو عباره عن يعبر عن ايه؟ عن العمل العظيم اللي بيتم جوه النادي. طب اشرح لنا. عباره عن اصولك اللي زادت جدا. زي فرع التجمع والتجديدات اللي بتحصل، كل دي اصول في النادي. ايوه. مجموعه عوامل كتير قوي اعظمها هو بنود الاصول يعني. اللي بتمثل التضخم ده معناها ان انت كمؤسسه
فعظمت قيمتك جامد جدا. نعم. في نفس الوقت في اداره للكلام ده الحمد لله، اداره محترفه جوه النادي. اداره طبعا. يعني هقول لحضرتك مثال للكلام ده. يلا. عندنا مثلا موضوع الشيكات بتاع العضويات. نعم. يعني وانا مديرك كويس كمسؤول عن بتكليف من مجلس على لجنه العضويه، ان الاعضاء بيقسط العضويه مع النادي، بيدفع مقدم وبيكتب شيكات بالاسعار. كابتن محمود الخطيب ادار قصه في الكلام ده من ثلاث سنين تقريبا، ان الشيكات دي يتاخد بيها بضمانها، هي شيكات مضمونه بضمانها قروض من البنوك. عايز اقول لحضرتك ان وقتها كان سعر الفايده في البنوك كان قليل. كان سعر المعلن نفسه اللي هو بتاع البنك المركزي اللي بيأثر على البنوك نفسه اللي بيعملوا بيشتغلوا عليه كان قليل. عملت ايه انت بقى وقتها؟ مثال ليها مثلا بنيت فرع التجمع الخامس. حلو. وقتها الاسعار نعم كانت معقوله. مظبوط. ما تقدرش تبنيه دلوقتي بالاسعار اللي اتبني فيها. نعم. فانت خدت قرض بسعر فايده كان قليل في قياسا باسعار الفايده دلوقتي. نعم. وعملت بيها انشات بيها اصول بتكلفه كويس. معقوله. اللي هي اداره اصول النادي بحرفيه. السؤال بقى، هل رديت القرض؟ طبعا الحمد لله. ده يعني المهم الكلام ده الناس عايز اسمع. لا 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 الكلام ده على طول. يعني انت خدت قرض بفايده نقول مثلا 10 15% سي مثلا اللي هي وصلت دلوقتي حاجه 20% بالظبط كده. وكان الاسعار اللي انت بتشتري بيها المواد اللي بتبني بيها وبتاسس بيها زي اسعار دلوقتي. اسعار دلوقتي اضرب في 3 و4 اضرب في قد كده بالظبط. وهذا القرض انت استفدت بنيت بيه الفرع بالظبط كده وانهيته تمام التمام، ومن خلال والقروض دي من خلال الشيكات بتاعه الناس اللي عامله عضويات داخل النادي ثم نجحت انك تسدد هذا القرض كامل. ما فيش اي مسؤوليه عن يعني ما فيش اي التزام مالي على النادي بس سددت القرض كامل على طول اول باول الكلام ده وبنيت الفرع كامل وبنيت الفرع ادرت اصول النادي بطريقه الحمد لله تحافظ على اموال النادي. حلو يعني حلو جدا. يعني ده مثال للحاجات اللي هي يعني الحمد لله في يعني كابتن خطيب بيدير الموضوع المواضيع دي بحرفيه لانه ساعتها ادار القصه دي مع البنوك والمهندس خالد مرتجي كده طبعا كامين صندوق يعني طبعا. الله يرحمه العمري فاروق الله يرحمه طبعا. دي يعني كمان لو هنتكلم على المجلس على الدوره دي طبعا افتقدنا الوزير العمري فاروق، يعني كان اخ فاضل ومحترم وادى للنادي الاهلي كتير جدا. بمناسبه افتقاد العمري فاروق عليه رحمه الله، انا لما تسالني كشوبير وعضو في النادي الاهلي انا يعني احب اقول انه الدوره تنتهي وانه اسم العمري فاروق يظل نائبا لرئيس النادي، خاصه انت من 30/6 اللي جاي بقى ما حدش فاضي، هتطلع ميزانيه وهتبدا تجهز للانتخابات. يعني هل ده كان السبب انه ما حدش فيكم فكر يترشح؟ لانه كان لازم حد يستقيل عشان يترشح لمثلا يبقى نائب رئيس او يبقى امين صندوق او لو حصل ابجريد او ترقيه للاعلى. يعني هل ده كان من تفكيركم؟ هو اولا استقرار النادي بشكل رائع، ثانيا احترام ذكرى العمري فاروق. هو سبب جوهري ورئيسي. هو سبب جوهري ورئيسي. نعم. اللي هو احترام لمكانة وكرسي العمري فاروق رحمه الله. الراجل ده توفى جوه النادي. ده صحيح. يعني هو لما وقع جوه النادي. نعم. فيعني احترام وخصوصا زي ما حضرتك تفضلت اللي فاضل في خلاص في الفتره قليل يعني. نعم. فاحترام لوجوده والحمد لله والعمل بيتم على احسن ما يكون. نعم. احترام ليه ولرمزيته على مدار التاريخ ان يبقى كرسي العمري فاروق في هذه الدوره باسم العمري فاروق. يعني استاذنك اروح لفاصل، وبعد الفاصل الحوار ممتد والسهره تحلى مع اللي منورنا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ طارق، من اهم مصادر دخل النادي الاهلي العضويات. طبعا. فرع الجديد في التجمع الخامس، وبرضه ايام مجلس المهندس محمود طاهر هم جابوا الارض، بس انتوا قمتوا بالبنى من اوله لاخره وشيدتوا صرح الناس كلها. الحقيقه انا لما رحت اتخضيت من الجمال اللي موجود في النادي. ازاي قدرتوا تسوقوا
والادويات النهارده الارقام بقت في النادي الاهلي ما شاء الله في الادويات، وانت مسؤول عن ملف الادويات. جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي عايزين يطمنوا على الملف ده. طبعا هو فرع التجمع ده بالذات اللي هو يعني اسمه القاهره الجديده يعني. نعم. القاهره الجديده ده كان مشروع من زمان يعني. نعم. كان بقاله سنوات يعني. صحيح. وفعلا كان في مجلس مؤسس محمود طاهر يعني تابوا وجابوا ارض. نعم. واصطدمنا لما جينا كمجلس اداره في الدوره اللي فاتت موضوع الارض والتجريف اللي فيها، فكان لازم يتغير مكان الارض يعني. فكان في مكان ارض تاني، والحمد لله ربنا وفق ان كمل. نعم. فرع التجمع مبني على احدث حاجه على فكره. نعم. يعني كتقنيات تشطيبات وبنى. نعم. لو اتفرج يعني من جوه طبعا دخلت الفرع. نعم. انا اتخضيت. لان انا رحته زمان بس هي في جزء كبير منها انت عارف يا كابتن شوير. ان هو مجلس واحد يعني، هو مجلس اشترى الارض ومجلس هو اللي بنى المكان. نعم. وكمل البنى على مدار اللي هي الدورتين. نعم صحيح. دي بتخلي في نوع. نعم. من مش معناه ان لو اي مجلس تاني او حاجه. نعم. يعني طبعا يعني كل المجالس طبعا ودي ميزه النادي الاهلي كله بيكمل، بس انا بتكلم على كفكر. نعم. يعني كفكر يعني انت خدت الموضوع من اوله فكمل بنفس. نعم. واستغليت فيها بنفس يعني الطريقه اللي انت بادئ بيها، وفي نفس الوقت استغليت كل التقنيات الحديثه في الصرف على الفرع ده. نعم. فالفرع ده اتعمل فيه مجهود جميل جدا. بدانا فيه العضويات من. نعم. قبل افتتاحه بفتره. نعم. وجينا فتره بقى استعنا بكابتن خطيب بقى قلنا له لازم تعمل اعلان، فطلع اتكلم على الفرع مع التصوير. ايوه. مع التصوير ده بعدها عدد بقى الحمد لله. الحمد لله عدد الأدوات في الفرع يعني اكثر من 12000 ما شاء الله، رقم قياسي طبعًا. اللي بيحصل على طول عندنا كثافه متنفس للمنطقه كمان. وعايز اقول لحضرتك حاجه، في برضو مؤشر حلو قوي جوه النادي الاهلي في العضويه. نعم. احنا حاطين في اللائحه ان العضو الفرع ان هو من حقه ان هو الاستكمال في خلال 4 سنين بنفس سعر العضويه العامله وقت ما اشترك. كويس. يعني سي دلوقتي العضويه العامله مثلا 855000 جنيه تقريبا يعني. نعم. حد كان اشترك في التوقيت ده قدامه 4 سنين اشترك في زايد او التجمع يعني. جميل. 4 سنين هو عمل يعلي عضويته للعضويه كلها بتاعت النادي. بالسعر اللي اشترك بيه اللي هو كان فيه العضويه العامله عشان يبقى عضو في الاربع فروع. في الاربع. نعم. فروع. هتلاقي مثلا زايد حوالي عضويات حوالي 15000 تقريبا يعني. نعم. في حوالي لغايه دلوقتي 6000 واحد عملوا ابجريد لعضويته يعني علوا عضويتهم من عضويه فرع لعضويه نادي. ده اكبر دليل كمان الحمد لله ان هو ايه ان اللي بيخش النادي كعضويه على طول بيبقى بيتمتع بالمزايا بيخلي نفسه ان هو بقى عضو في كل فروع النادي. برضو التجمع في وقت بسيط في ما يقرب من 400 واحد عملوا علوا عضوياتهم. نعم. كان لنا تجربه جميله جدا على هامش كاس العالم قبل كده للانديه في الامارات. نعم. في غضون فتره قصيره قوي ومع المصريين اللي عاملين في الخارج. نعم. وعملت شغل كويس جدا. أنا جدا دي. جدا كان. نعم. كنت موجود. نعم. في مره فيهم كنا في فندق وكنت مقيم في نفس. مظبوط. ف جابت يعني عضويات كثيره من بره. ما شاء الله. عملت ارقامه بالعمله الصعبه. في البعض يعني الحقيقه حاول يعمل نفس التجربه بس لم ينجح. في البعض لكن لم ينجح. طب انا عايز اسالك عن فرع زايد لان بس لا انكر طبعا المجهود اللي بيعمله كل العاملين في النادي الاداره التنفيذيه. مش عايز كلام، مش عايز كلام كله. مجموعه الاشتراكات دول تفانوا أبطال. تفانوا فمدام عز حلمي، الاستاذ محمد رمضان، الاستاذ ارندا، الاستاذ تامر، لا يعني وكل المجموعه اللي بيعملهاهم بقى اسماء وغير يعني عدد كبير جيش وفي كل الادارات التنفيذيه على فكره. طيب. يعني المدير المالي الاستاذ عماد حلمي ده مجهود غير طبيعي. حاجه عظيمه. يعني النادي كله الحمد لله كل الناس في المجال وبيحبوا النادي يعني هم بيشتغلوا بحب للنادي. والد الاستاذ عماد حلمي الحاج حلمي. الحاج حلمي زمان. ده كان لوحده زمان ماسك حسابات النادي كلها. يعني كل فرق النادي كانت تروح تقبض عند الحاج حلمي يقول لك القبض نزل فنروح عند الحاج حلمي. بس هو بقى كان طول عمره منظم فعمل وقت للكوره وقت للمش عارف ايه وقت لايه وكانت حاجات كلها بسيطه ساعتها لكن هو الواحد الله يرحمه كان ماسك كل ده. لكن انا عارف انه الدوره دي بالتحديد كان فيها شغل كتير لفرع زايد. طبعا. وحصل انه كان هناك تكليف من المجلس لكل الادارات انه كانت في بعض الشكاوى زمان من اعضاء فرع زايد وتم ما شاء الله
تحديث تحديث القناه عرضت قريب. نعم. نعم. فاكر يعني عرضت هنعرضه تاني دلوقتي ان شاء الله تاني. نعم. كمل التحديثات والانشاءات الجديده اللي. نعم. حصلت في زايد. لا تم استكمال مجموعه من الانشاءات وموضوع. نعم. حمام السباحه اللي كان بقاله يعني حاجات كتيره قوي. حمام سباحه جديد عالمي لسه من كام يوم الشهر. نعم. العقاري تم. نعم. افتتاح الشهر العقاري والمسجد المبنى الاجتماعي كان اهم حاجه حمام السباحه الاعضاء طبعا. فحاجات كتيره قوي في الشيخ زايد متعلقه بالانشاءات تم استكمالها على مدار الفتره اللي فاتت. هل ده بيحمل اعباء على اعضاء النادي؟ يعني مثلا بتزود عليهم الاشتراكات بتزود لا عليهم لا في حدود ما يعني لو بصيت على الاشتراكات في النادي الاهلي. نعم. بتاعه العضويات قياسا بكم الخدمات اللي بتؤدى والكلام. نعم. ده هتلاقيها مبالغ الاشتراكات هنا يا جماعه بنتكلم على الاشتراكات السنويه نعم. بتاعه هتلاقيها. نعم. مبالغ قياسا بانديه يعني. كتير يعني ما بيحسوش بيها. ده يجرني بقى للاستاد لانه ما زال حلم جماهير النادي الاهلي وعارف انه حلم مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب استاد الاهلي. فعمل مؤتمر كبير والتحالف والقصه وشركه برئاسه الصديق العزيز محمد كامل، لكن حتى هذه اللحظه الناس لا شافت التصميم بتاع الاستاد ولا القصه شكلها عامله ازاي، احنا رايحين فين، الامور ماشيه دايما انتوا بتقعدوا كده مكتمين مفاجئنا يعني امتى هتفاجئونا؟ خلي بالك موضوع الاستاد ليه جوانب كتير قوي. نعم. يعني متعلقه بحاجات تسويقيه وحاجات متعلقه بالاستاد. نعم. كحته الرعايه بتاعته او اللي هي مسؤوليه نفسه هتكلم مع شركات مين وكده. الشغل في الكلام ده اللي احنا حاسين بيه ان الشغل شغال على قدم وساق يعني. نعم. شغال جميل جدا، لكن الاعلام في حاجات معينه في الوقت المناسب. ايوه. وبرضه ترجع حاجة تاني ان لولا اللي هو كابتن محمود خطيب اصر عليها في اول دوره، قال اول مهمه لينا نعمل اللائحه. نعم. لولا وجود اللائحه اللي هي تسمح بالشركات اللي هي تمخض عنها بقى. نعم. مجموعه الشركات. نعم. دي وشركه الكره الانشاءات وشركه الكره اللي منها شركه القلعه الحمراء ما كناش. نعم. نقدر نعمل الكلام ده. ايوه. عشان يبقى في تسهيل في التعامل نفسه كمنطق الشركات غير النادي يعني. نعم. غير التعامل بتاع النادي. فلا ان شاء الله الكلام ده شغال كويس جدا. في قامات موجوده في الشركه دي وشغالين، واكيد في الوقت المناسب كل حاجه فيها هتطلع يعني. طيب اعتقد يعني على مر عصور النادي الاهلي ما فيش لعبه جابت فلوس للنادي زي كره القدم يعني. طيب. عدد البطولات اخرها مثلا البطوله بتاعت امبارح 2 مليون دولار ومن قبلها حتى البطولات الاهلي بيخسر الفاينل فيها بيبقى له مبلغ بالزبط. مالي لا باس به، لكن تظل في فجوه بين النفقات والايرادات، كلامي صح ولا غلط؟ لا هقول لحضرتك حاجه. نعم. في اللي هو بالورقه والقلم يعني كره القدم مثلا كسبان حوالي 68 مليون في اخر ميزانيه تقريبا. ماشي. انما لو جيت لحقيقه الامور. انا اللي بيجي يعمل عضويه مثلا في النادي الاهلي جزء كبير منها هي كره القدم. صح. الرعايه اللي. أيوة. بتيجي بارقام مهوله. نعم. هي كره القدم. صح. يعني لو فصلتها بطريقه تانية لو قيمت اللعيبه نفسها كاصول في ميزانيه النادي الاهلي هتلاقي هي كره القدم هي برضو اللي ليها النصيب الاعلى. فكره القدم ما بتتقيمش باللي هو الرقم المحسوب فعليا، انما تاثيراتها الكبيره قوي على مستوى النادي في حاجات كتيره في مكاسب كتيره قوي هي الكوره. نعم. يعني الرعايه نفسها الكبيره. نعم. قوي من مكاسب. هل انت بتطلع اخر السنه مديون من كتر النفقات اللي بتصرف؟ انت عندك 24 لعبه تقريبا في النادي الاهلي. تقريبا حوالي 23 لعبه، وفي نفس الوقت عندك مصروفات كبيره جدا يعني. احنا بنتكلم دلوقتي السيدات موجودين في تنزانيا كسبوا في جانا التنزاني 145-52، كسبوا سيسترز البروندي 134-35، كسبوا جي كي ال الاوغندي 161 ووصلوا للدور ربع النهائي، وعندهم لسه يعني دايما بيحصل مسافره هنا الهاندبول كانوا لسه في المغرب رجال وسيدات لعبات سباحه لعبات سكواش وغيرها من اللعبات. في ضغط مادي كبير جدا عندهم طبعا. في التزامات كتير قوي. وانت ما فيش مليم بتاخده من الدوله دلوقتي. لا يعني انت كافي نفسك بنفسك. اكتفاء يعني ذاتي. انما كنادي نفسه كمصروفات نادي والتزامات. نعم. لا كبيره جدا يعني. هيكل في هيكل وظيفي كبير كمان جوه النادي الاهلي وخدمه كل فروعه والكلام ده. والحاجه الثانيه ان كم المصروفات اللي بتصرف على كمان الالعاب الجماعيه. نعم. لا كبيره.
انما كل الكلام ده بتتدارك فيه حاجات كتيره، اللي هو حسن اداره، اللي هو بيدي الازمه. احنا على طول في اداره ازمه على طول، على طول طبعا. حضرتك عندك ازمات اقتصاديه عالميه، ازمات اقتصاديه موجوده عندنا في كل النواحي، يعني في انديه بتعاني من حاجات كتير. يعني لو تفتكر حضرتك ايام الكورونا الحمد لله كان النادي الاهلي برضو التزاماته كلها بيوفيها. خلي بالك النادي الاهلي من اكثر يعني، لا ده انتوا عملتوا حاجه غريبه جدا ايام الكورونا عمري ما هنساها. انتوا زودتوا مرتبات المرتبات. ده مين كان صاحب الفكره دي؟ في اماكن انا تأذيت جدا. مره كنت يعني كان في صندوق لنادي من الانديه مثلا ان الاعضاء عشان الموظفين. انما ساعتها تم طبعا يعني بنعتبرهم اصل من اصول النادي. فساعتها العكس اتعمل، اللي هو لا زياده اغرب حاجه دي. يعني ساعتها بصراحه فعند حضرتك هو عمل مؤسسي جميل جدا. عمل مؤسسي لو ما بيدارش كده يعرض النادي لمخاطر كبير قوي. زي ما بقول لحضرتك الميزانيه بقت رقم كبير جدا 7 مليار وحاجه. ده معناه ايه؟ ترتب عليه ان النادي اصوله بقت كبيره. وفي نفس الوقت عندك التزامات كتير. ولو ما بيدارش بحرفيه في كل النواحي بقى، الناحيه القانونيه، شوف النادي الاهلي الحمد لله في الناحيه القانونيه انت عندك خبراء قانونيين جوه مصر وبره مصر. طبعا انت الحمد لله النادي الاهلي ما بيتعرضش بفضل الله لعقوبات في حاجات متعلقه، ولما بيحصل عليك ورعايه وغيره لا غرامه بتاعت الرعايه، اما يكون في حاجات كده بيتم تداركها على طول. لا انا قصدي مثلا لما سافيو كان ليه مبلغ كان بيتحول له في 24 ساعه. لا وفي حاجات ساعات ممكن في الرعايه ده ممكن اي نادي بيقع فيها، يعني في حاجات اللي هي البسيطه مثلا متعلقه بغرامه الرعايه في اعلان في بتاع بالظبط كده. ولا الحمد لله على طول بيتم تداركها في حاجات، ودي حاجات بتبقى حاجات بسيطه يعني. مش حاجات، انما النادي الحمد لله كل التزاماته بيوفيها، ما بيتعرضش لأي عقوبات من النوع ده. في تميز قانوني وتميز تسويقي جوه النادي الأهلي زي بقية الحاجات. زي برضه حاجة كنا بنتكلم في الكورة، هي الكورة العمل اللي بيظهر لنا يعني الجمهور. إنما ورا ده عمل ضغط. لو تفتكر يا كابتن شوبير من عدة سنوات التطوير اللي حصل جوه غرف اوضه الملابس والتقنيات الحديثه في الاجهزه واجهزه استشفاء على اعلى مستوى، حاجات كتيره جدا. في نفس الوقت في تبادل خبرات جوه قطاع الكوره. يعني العمل ده ما بيظهرش كده مره واحده انك تلاقي الدنيا منوره. يعني وراها شغل منضبط كتير قوي، شغل علمي يعني. ليه ما بتفكروش انه انا عارف ان انتوا عندكم تكلفه ماليه شهريه بالدولارات كتيره شويه. طبعا حافظ طبعا الرقم. في التزام يعني بلاش رقم محدد، لكن هو في التزام فوق المليون دولار. طبعا يعني مليون دولار في مدربين اجانب، في لاعبين اجانب، في لعبات كتيره، في حاجات كتير، حاجات كتيره جدا. طب هل ما فكرتوش في مره ان انتوا تقسموا او تحطوا جزء من المرتبات بالمصري؟ ما حاولتوش؟ في بعض الاحيان لما الازمه يعني كانت موجوده قوي كان بيحصل ان حصل في بعض يعني والناس استجابت. لا طبعا في بعض الحالات حصل، بس مش قادرين تمشوها طول الوقت. لا طول الوقت، وخصوصا يعني برضو في النهايه لو انت متفق مع مدرب اجنبي او لاعب اجنبي انت متفق بالدولار. أيوة. بعد التعليم السعر عالي كمان يعني، حتى لو هتديله فالدنيا في ازمه اقتصاديه كلنا عارفينها. ده صحيح. يعني مش حاجه غريبه يعني. يعني بس دايما انا اقول ايه، دايما المؤسسات المتميزه بتبرع في الازمات. ده صحيح. مش معناها برضو ان ما عندكش، لا عندك ازمه. لكن الحمد لله العجله ماشيه وبتوفي بالتزاماتك. طب خليني اخرج من الملف ده وهرجع تاني حاجات بتهم جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي يطمنوا على مستوى النادي، لكن ارجع تاني للكوره لانه مهم. كاس العالم للانديه اللي كانت في المغرب وكنا برضو مع بعض استضفنا سوء توفيق جدا لما خسرنا من ريال مدريد مباراه من افضل المباريات. ضيعنا اظن بينالتي وضيعنا جوان كتير جدا، خسرنا فتره وجيزه كده في اخر ماتش. لكنه طبعا رجعنا بسرعه من فضل الله سبحانه وتعالى. خليني اسالك عن حلم لقاء ريال مدريد رسمي من جديد في نهائي الانتر كونتيننتال، خاصه ان احنا
هنلعب كده خلاص فريق برازيلي يا اما بتوع. هو حلم ليه يا كابتن شويه؟ او حلم ليه؟ مش حلم اللقاء، انا اخطات، انا متاسف. لا حلم، حلم الوصول للنهائي والفوز بالبطوله. ان احنا نكسب البطوله، انما الحمد لله يعني. يا رب فاكر حاجه، لما كنا بنلعب بايرن ميونخ، بايرن ميونخ نفسه بدا ياخد الحته التسويقيه بتاعتك كنادي اهلي يعني، بدا ياخد حاجات ان هو يعني يسوق نفسه في المنطقه، بدا يعمل حسابات ويغزل النادي الاهلي ويعمل حساب العربي وهكذا، او يزوده لو موجود بدا يزوده. النادي الاهلي بفضل الله تعدى حته ال صحيح. طيب انا بتكلم على بقى يعني عندنا ان شاء الله كاس، عندنا طموح طبعا، عندنا 14 ديسمبر في قطر باذن الله. هل بتبداوا انتوا حتى كمجلس اداره، كابتن خطيب مشرف عام على الكوره وهو الوحيد اللي بيتحدث في كره القدم، لكن انتوا كمان بيبقى عندكم احلام وعندكم طموحات، بتفكروا ازاي؟ يعني خلينا نتكلم في الماتش الاولاني اللي هو ان شاء الله يوم 14 مع احد الفرق البرازيليه. كل الحاجات دي بناخدها في توقيتها يعني. اللي هو في استعداد لتجنب الكوره طبعا اكيد، في استعداد من كل الانواع وكده، لكن احنا نفسيا ما بنبقاش يعني بنقرب شويه للقصه لما تبقى يعني. ده الكلام ده ان شاء الله في ديسمبر. نعم. الشهر الجاي كده هنبدا بقى. طيب فكره ان انتوا كنتوا هتجيبوا او هتطالبوا بحكام اجانب في السوبر المصري، ثم قلتوا ند ثقه للحكام المصريين ونلعب السوبر بالحكام المصريين كاعطاء ثقه للتحكيم المصري، هل بدايه سياسه جديده؟ لان دايما بيبقى في نوع من انواع الشد والجذب بين الاهلي واتحاد الكره، الاهلي عايز كل حاجه منتظمه وفجاه بيلاقي الدنيا متدربكه. هي النقطه اللي حضرتك قلت عليها دي، انا قبل كده في مرات كنت بحضر مندوب عن النادي في اتحاد الكره. كويس. هي دي مشكله النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي الحمد لله اللي هو زي ما حضرتك بنقعد في مجلس الاداره، لو في موضوع بيتناقش فيه اول سؤال بيتقال ده في اللائحه ولا لا؟ ده يعني يعني منظم بحاجه ولا لا؟ في سيستم موضوع. نعم. هو اللي بيخلي دايما النادي الاهلي في جدل او في بيخليه في حاجات بتخليه متأزم منها. نعم. في اسلوب اداره الرياضه المصريه نفسها. نعم. هو كده. ان الحاجات المفاجاه، القرارات اللي هي ما فيهاش نوع من الترتيب. نعم. النادي الاهلي فيه سيستم الحمد لله واضح. ونتمنى ان الدنيا تنصلح يعني. يعني نعم. خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل حواري الجميل مع اللي منورنا ومشرفنا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ طارق خليني اسالك عن الملفات القادمه، اهم الملفات اللي هتشتغلوا عليها، اهم الملفات اللي اشتغل عليها طارق قنديل ومجلس الاداره خلال الفتره القادمه، وايه اللي ممكن يحسه عضو ومشجع النادي الاهلي مستقبلا؟ تكمله بقيه الانشاءات اللي موجوده في النادي، سواء فرع الشيخ زايد او فرع التجمع. نعم. اللي هي المراحل التاليه في فرع التجمع ده. الجزء المتعلق بالانشاءات. ان عجله النادي تسير برضو الحمد لله بشكل يبقى مع انتصارات فريق الكوره والفرق الجامعيه تكون الاثنين ماشيين مع بعض. في نفس الوقت ان يظل اداره الازمه اللي احنا عايشين فيها على طول الاقتصاديه والماليه الحمد لله ان يكون دايما ليها كنترول وليها حق مننا. طبعا لا انكر ان كلنا برضو مع حلم الاستاد ان شاء الله يكمل خلال صحيح. الفتره الجايه ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي مانويل جوزيه بالنسبه لها اسطوره الاساطير، مع الانتصارات المتتاليه والبطولات المتتاليه اللي بيحققها مارسيل كولر، هل شايف انه ممكن هناك اسطوره جديده؟ والراجل حقق يعني 11 بطوله، ده رقم كبير جدا في زمن قياسي، موسمين وبدايه موسم جديد يعني. شايف انه كولر اقترب من جماهير الاهلي زي جوزيه، هل ممكن يصل الى هذه الاسطوره؟ ان شاء الله يصل ليها، وظل النادي الاهلي هو الاسطوره الاكبر طبعا، هو اللي بيدي كله طبعا يعني. هو لان هو نجاح منظومه النادي الاهلي هي اللي بتخلي المديرين الفنيين تعلى في قيمتهم يعني. لا انكر طبعا، لا انكر الكفاءه، لكن في نفس الوقت المنظومه دي
الحمد لله هي اللي بتساعد على النجاح جميل جدا. جوزيه يعني درب منتخب انجولا، يعني درب في ايران، درب في السعوديه بعد النادي الاهلي، بس الحقيقه ظل جوزيه طبعا اسم عظمه العظمه طبعًا. لكن موسيماني وليه رمزيه في تاريخنا. موسيماني درب في السعوديه فرقتين، يدرب في الامارات نادي الوحده، وحقق انجاز معانا هايل برضه وكل حاجه، والان في ايران هنا كل فهي منظومه متكامله بتساعد على النادي الاهلي اللي بيفتح السكه طبعا كلها من اولها لاخرها. لكن لو هسالك بتحلم بايه يعني مع النادي الاهلي، مع جمهور النادي الاهلي، سؤال عن الحلم والصوره او اللقطه اللي انت توقفت عندها كثيرا امبارح. ما تقوليش جمهور الاهلي، كنا توقفنا مع جمهور النادي الاهلي، قول لي لقطه معانا. انا مثلا توقفت مع الولد الجميل نجاتي اللي هيزور النادي الاهلي بكره باذن الله، هو والده شرفه وينوروا النادي باذن الله. الحلم بتاع طارق انديل واللقطه اللي توقفت معاها امبارح واحنا بناخد الكاس الجميل ده. اللقطه كلنا كاعضاء مجلس اداره كالنادي الاهلي الحمد لله الروح اللي ما بيننا حاجه تفرح يعني. فكان فرحتنا مع بعض امبارح كلها متميزه. فدي اللقطه اللي حسيت بيها. كان الحمد لله دايما بص يا كابتن شويري، دايما لما يكون نفوس الناس كلها الحمد لله اللي هم كلها كل واحد شايف الثاني هو اللي بيحقق الحمد لله يعني. دي بتخلي المنظومه ناجحه وربنا بيكرمك. الحلم فدايما هي الحته دي الحمد لله امبارح انا توقفت عليها واحنا كلنا متجمعين ما شاء الله. والفرحه اللي كانت ما بيننا كلنا يعني. كلهم قامات رفيعه يعني زمايلي كلهم حاجه تشرف يعني اللي موجودين في مجلس الاداره. الحلم طبعا لا انكر نفسي النادي الاهلي بطل العالم يعني ما صحيح. يعني الحمد لله عملنا ارقام مسبوقه في حاجات كتير قوي كنادي الاهلي، ونفسي ان هو يبقى بطل العالم، ونفسنا برضو طبعا ان شاء الله يتحقق ويتم الانجاز بتاع الاستاد يا رب. ان شاء الله. يلا نروح على اسئله السوشيال ميديا. يلا جاهز معايا؟ خلينا هنا المره دي. يلا يا جماعه اسئله السوشيال ميديا مع استاذ طارق انديل. دي صديقه البرنامج واحده من نشيطات جدا على السوشيال ميديا، هبه سيد. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك، مبروك الفوز، الله يبارك فيكي. سؤالي للاستاذ طارق انديل، كيف تعامل مجلس اداره النادي الاهلي بعد هزيمه السوبر الافريقي مع التربص بالاهلي والتقليل منه وتعاملهم مع السوبر المصري ومباراه الاهلي الاماراتي؟ تعاملنا ان كلنا ثقه في ملف الكوره وفي اللعيبه نفسها وفي اشراف كابتن محمود الخطيب على القصه والتغييرات اللي عملها وادارها، وان ما فيش اي حاجه، ما فيش هزه يعني. يعني الاسلوب طبيعي وده اثمر عنه الحمد لله. من اكثر الحاجات اللي عجبتني لما سالوا كولر في المؤتمر الصحفي ايه اللوم اللي وجهه لك مجلس الاداره بعد السوبر الافريقي، وايه قال انا ما حدش كلمني خالص من مجلس الاداره. يعني الحقيقه كانت ثقه وكان تعامل راقي جدا. في طبعا اجتماعات بتحصل بين كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط مع مع المدير. طبعا انما كلها حاجات مغلقه، انما مفيش مثلا حد فينا يعني. ده صحيح اللي لا بعد. طبعا يعني كل واحد عارف دوره. عبد الله رضوان، مساء الخير كابتن شوبير، مبروك الاستاذ طارق. سؤالي هو ليه الاهلي بيتعاقد مع شركات الرعايه ما بيطلبش منهم ان كل راعي يمول الاهلي في صفقه من الصفقات الاجنبيه ويكون في دراسه للموضوع ده؟ كل شركه كبيره بيرعاها الاهلي تتعاقد كل سنه مع لاعب اجنبي او توفر المقابل بالدولار. هو طبعا هو السؤال الجوهري على حته اللعب يعني توفير المقابل بالدولار. نعم يعني مهمه دي. هي توفير المقابل بالدولار الاولانيه طبعا كحته رعايه، ان راعي يقول انا همول صفقه معينه والكلام ده بيجي مبلغ ما انت من ضمن انما اللي هو النادي الاهلي كحرصه على العالميه في كل حاجه، اللي هو ان شاء الله يا رب يتطور مواضيع الرعايه ويبقى حاجات برضو ان شاء الله من بره مصر. طيب السؤال اللي بعده، امير عادل، مساء الخير على حضرتك يا ناظر وعميد الاعلام رياضه مصر والوطن العربي افريقيا، مساء الخير على استاذ طارق انديل الخلوق والمحترم ووش السعاده على الاهلي. سؤالي هو طلب واتمنى ان يوصل صوتنا للاداره تخفيض اسعار تذاكر عشان نكون متواجدين الموسم كله ان شاء الله كان الاهلي. استنى بقى تعالى لي بقى نلف كده تاني لانه ده مهم قوي يا استاذ طارق. انه رغم التذكره ب 100 جنيه امبارح لكن الجمهور كان موجود وكان عنده حسن الظن، بس هو ممكن يضحي في مباراه، مش ممكن يضحي في كل مباراه. انت عندك 17 مباراه دوري، وبعدين عندك ان شاء الله بعد كده 8 مباريات تاني، ادي 25 مباراه في الدوري العام ولا 26 مباراه في بطوله الدوري العام، وعندك بطولات كثيره. الناس ممكن تضحي في بعض المباريات، لكنه
تذكره ب 100 جنيه غاليه وب 75 جنيه برضه غاليه. عملتوا حاجه جميله جدا السنه اللي فاتت، خفضتوا ل 50 جنيه فالناس بدات تحضر شويه. هل في نيه السنه دي انه ممكن تقفوا بجوار جمهور النادي الاهلي في موضوع التذاكر؟ هقول لك حاجه، هو في تميز في النادي الاهلي برضه في حته ان وجود لجنه للمباريات. ماشي. يعني دي حته متميزه. حلوة. ان في لجنه مسؤوله عن المباريات للاعداد. نعم. ليها وكده. التذكره كانت اعلى من كده، اللي هي 100 جنيه بتاعت الماتش اللي فات وتم تخفيضها انها وصلت ل 100 جنيه الدرجه الثالثه. نعم. تكلفه التذكره ليها علاقه برضو بحاجات معينه متعلقه بالشركه اللي بيتم تعاملها. لكن نعم. لكن طبعا يعني انا واثق ان شاء الله ان دايما هيبقى يعني هيبقى في تطور في القصه دي. نعم. يعني بضم صوتي فعلا ان احنا ان شاء الله نعمل عليها. نبقى اكبر قدر. طبعا جمهور النادي الاهلي يزيد سعر التذكره باي حل على 50 جنيه، وحضور جمهور النادي الاهلي. نعم. لا يوازي بالظبط، وهم الحقيقه ما بيقصروش طبعا. يعني ما تجي له مثلا في نهائي افريقيا، في قبل نهائي افريقيا، في ربع نهائي افريقيا، مش هقول لك لا، لكن مباريات في الدوري حقهم. يعني اللي بعد متضامن وهشجع عليها 100 100. عصام السيد، تحياتي لك دكتور طارق قنديل، وتحياتي الكابتن شوبير. عاوزين نعرف اخبار استاد الاهلي، اتكلمنا عليها. ألف مليون مبروك لكل جمهور الأهلي في كل مكان. عايزين نعرف أخبار استاد النادي الأهلي، اتكلمنا عليها. رسالة خاصة للكابتن خطيب، كل سنة حضرتك طيب يا كابتن بيبو، وصحة وسعادة دايما يا رب، ربنا يبارك فيك. ناخد اللي بعد. محمود جمال، حابين نسأل حضرتك إمتى هنشوف الأهلي في منصات تتويج كأس العالم وغيره، ما يكونش فارق معاه بقى ريال ولا غيره، إن شاء الله وأي المواصفات المطلوبة. إن شاء الله يحصل. إن شاء الله يحصل بأمر الله. اللي بعد. أبو صالح، حلقة عظمة على عظمة تدرس من النظر. دلعتني كده يا ابو صالح. شاكرين يا سعادة النظر. طب النظر العام الرياضي. ربنا يعزك يا رب. اللي بعد. مجدي محمد، استاذ طارق قنديل، ألف مليار مبروك لحسن النادي الاهلي. عايزين نعرف اخبار استاد الاهلي، ايه اللي تم البدء، ايه تم البدء في بنائه ولا لسه؟ هو انت جاوبت. بس جاوبت. اتكلمنا عليها. اللي هو الشركه شغاله وان شاء الله قريب هيبقى. ان شاء الله قريبا. اللي بعد. رجب عبده، روح النادي كابتن واستاذ طارق قنديل واحد من الناس المحترمه، بس ممكن سؤال، هو ليه كابتن بيبو ما احتفلش بالسوبر المصري؟ كانت صوره باينه، هو واضح انه كان مشدود جدا، كان متوتر جدا طبعا. كان هو الخطيب كان مشدود مع مع الماتش وضربات الجزاء. نعم. وخلي بالك المسؤوليه بتفرض، لان هو المسؤول عن ملف ده. صحيح. نعم. وكان نفسه اللي هو ضحكه امبارح بقى، كان نفسه يشوف الفريق بالمنظر ده. صحيح. اللي بعد. ليلى المسلماني، استاذ طارق حضرتك انسان محترم جدا في تعاملك واسلوبك حتى خارج النادي، والكل بيحبك في البنك، لك تحياتي وتقديري لشخصك الكريم. شكرا يا استاذه ليلى. اللهم اجعلني مثل ما يظنون يا رب، واغفر لي ما يعلمون يا رب. اخر سؤال، احمد البناء، استاذ طارق مين الشخص الانسب لنائب رئيس مجلس اداره النادي؟ واحنا هنا بامريكا في انتظار النادي الاهلي العالمي، كل التوفيق ليكم، عنوان السعاده الاهلي فوق الجميع. تعالى لي بقى هترد. مين الشخص ما الانسب؟ ما انا بتكلم على رؤيه. نعم. اللي هو حاليا في الدوره اللي احنا فيها دي. ان يعني نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو. نعم. يعني الله يرحمه فاروق عليه رحمه الله. فعايزين نحتفظ برمزيته. نعم. صار الحمد لله العجله ماشيه على، واذا فرضت عليكم الانتخابات خلاص هيبقى. طبعا طبعا هذا امر بقى طبعًا. اكيد هيكون فيه شخصيات النادي الاهلي محضرها باذن الله لهذه القصه. أكيد. واتمنى الناس كلها تتجاوب، لانه في حاله استقرار كمان جميله في المجلس الاداره. الحمد لله كنادي مجلس هدوء واستقرار وكل حاجه. انا خلصت والناس خلصت، بنعتذر طبعا في اسئله كثيره جدا، لكن في اسئله مكرره والوقت، لان احنا سهرنا الاستاذ طارق. هل لديك اقوال اخرى؟ انا سعيد جدا بتواجدي في النادي الاهلي بالمظهر الجميل والتجديد اللي حصل فيها من كل النوايات. يعني انا جيت قبل الحلقه بحوالي ساعه تقريبا، يعني لفيت وشفت الروح اللي موجوده، اللي هي روح برده الفانيلا الحمراء ما شاء الله. فحاجه عظيمه جدا، وادائك طبعا، وجودك هنا كابتن شوبير اطفى على المكان، حاجه ثانيه خالص. وانت واحد من حراس الاهلي. كلنا حراس الاهلي. في مقوله زمان جميله قوي، هو وانا فاكر كان حد من عظماء النادي الاهلي سأل ايه، النادي الاهلي له حراسه، ومش حراس النادي الاهلي ده شرط انه يعدوا مجلس اداره ولا اي حاجه. مشجع. وحضرتك عارف لو قعدنا نعدد
نعم. من خدموا النادي الاهلي وهم كانوا زاهدين حتى يخشوا مجلس اداره او يتقال اسمه كتير قوي. نعم. هو ده النادي الاهلي. نعم. وربنا يديمها نعمه ويديم النادي الاهلي بعظمته وبتاريخه وبكل التطور اللي يحصل فيه، ودايما تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي. ودايما تعظيم سلام للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مشرفنا منورنا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. التوفيق دايما ان شاء الله. شكرا. عايزين اي حاجه؟ السلام عليكم.